صباح الخير يا اخوان. طبعا طالع تقريبا 3 الفجر على مشوار كثير مهم، خليكم معنا عشان نوريكم وين رايحين. هسه رايحين على مكان يعني كثير من الناس بتشوفه في دولنا العربية، اللي هو مكان زي بسموه حسبة الخضرة. أنا اسمي نادر الحناوي، بطارد على رزقتي، ببيع خضرة، بطلع من الساعة زي ما انت شفت 4 الصبح وآخر النهار للساعة 7-7:30 بروح، يعني الحمد لله رب العالمين. سمحوا لنا بالتصوير في هاي الحسبة. زي ما انتم شايفين هون انواع خضار موجودة في الشركة هاي، او زي ما بيحكوا سوق الخضار هاد. خلينا نصور لكم اياها. نستنى نادر نشوف كيف بده يشتري بضاعته. شو بتسوي هون؟ وانا بشتري من المحل، من المحلات هذولا بعطوني سعر كويس ومحترمين معي. اول شيء بتيجي هون يعني بتطلب شو بدك؟ اول شيء بطلب شو بدي وبشوف السعر اللي بناسبني، بعدين بشتري انا بنكي اللي بدي اياه، كم بوكس قديش بدي اخذ، بعدين بدق على الكمبيوتر وبحول اياه على الكاش ريجستر وبروح بشتريها بعدين. بدفع دايركت كاش. بس نحكي على حسبه، يعني حسبه خضار بدها تكون اشي شعبي، يعني بسطات والتجار ببيعوا. هون التجار عباره عن شركات بتامن للناس الخضار على شكل زي ما انتم شايفين برا معروض بشكل مرتب، والتاجر بيجي بنقي بضاعته وبشوف كم قديش بده منها وبدفع سعرها. بالاضافه لهون بيكون في زي ما شايفين خدمات قهوه وشغلات كتير. كل واحد بيشتري بضاعته زي هون، بروح وين بيخلص بحملها وين؟ هون عند مداخل التركات. فنادر بده يمشي على المحلات وعلى الشركات يشوف شو البضاعة اللي بيشتريها. شرى مجموعة بضاعة من الشركة الأولى وهسه بحاول يشتري من شركات تانية بضاعته على أساس يطرحها في السوق. اشتريت ذرة، اشتريت نعنع، اشتريت شغلات بندورة، اشتريت بدور كمان على بندورة ثانية اشتريها. يعني هاي امور ثانيه بتنباع ضمن الخضار في الشركات. بالاول ما كنتش عارف اسمائها ولا هاي ايش ولا هاي ايش، يعني مش كله نفس النوع، يعني زي طلع على الملفوف حوالي 5-6 انواع ملفوف، البقدونس 4-5 انواع، الجزر 6-7 انواع، يعني في تنوع كبير. في كثير مليون شغله وشغله، يعني مش انه نوع واحد بس. الفلفل فيه حوالي 10-15 نوع فلفل. واو. الخس نفس الاشي، كل اشي بيختلف عن اشي. يعني الجو صقيع، تقريبا درجة الحرارة ناقص 10، تعرف الصبح دائما الدنيا برد. فالله يعين الناس ويعين التجار واللي بيجوا بيشتروا صراحة وبيحملوا بضاعتهم، والعاملين هون شغل في البرد صراحة متعب كثير. أنا بصور اتجمدت صراحة فاضطريت أضني جوا السيارة. نادر من الحسبة. هسه نادر وين طريقنا؟ ان شاء الله على الراوت 83 برج، عشان في عندي واحد زبون عربي بتعطيه شوية خضرة.
في وطننا العربي في كل صباح دايماً بنسمع أصوات الباعة المتجولين والتجار اللي بيحاولوا يبيعوا بضاعتهم للناس بشكل مفرغ، ولكن في أمريكا نادراً ما تلاقي هذول الأشخاص، لأنه هناك متاجر كثير ضخمة وكبيرة بتبيع الناس بشكل يومي. عمركم سمعتوا في أمريكا هذا الصوت من قبل؟ يلا بطاطا، يلا بصل، يلا باذنجان، هاي الملفوف، هاي الزهرة، هاي التفاح، هاي الشمام، يلا الجزر، يلا خيار، يلا العنب، هاي الزرايب. ما اعتقد، ولكن اليوم راح نوريكم اياه على الطبيعة مع تاجر الخضروات المتجول. باب الرزق تبعه باب رزق متنقل، عم بيبيع الناس خضار وفواكه في الشارع. فخلينا نعرف تفاصيل اكثر كيف نادر بسوي هذا الشغل، وين بروح وين بيجي، عشان نعرف اكثر عن هاي المواضيع. يلا. يعني ارخص من البلاد، 3 اكياس بخمس دولارات ما شاء الله. رمان مشكل، كوسة اليوم مقصد الكوسة اليوم في الماركت حقها 28 دولار، أنا قاعد هون أنا ببيعها 15 دولار. ما شاء الله، يعني بدي أعمل عزومة محاشي أجا وقتها يجي لعند المعلم نادر بأخذ أحلى مقصد. لا بس هون في شيكاغو، بس نادر من الأوائل يعني، وإذا بدك أي شيء أطلب منه وثاني يوم بجيب لك إياه. ما شاء الله، أسعار يعني لا تصدق، خيالية. الثلاثة بخمسة. في عندي بطاطا نظيفة، هاي البطاطا. البطاطا هاي العربية، هاي نظيفة نظيفة. طلع عليها، اللهم صل على سيدنا محمد. كيف إقبال العرب عليك؟ والله العرب من واحد لواحد، أو من أخت لأخت. طريق وسائل التواصل العربية، فيسبوك، واتساب، والسناب شات. الناس بتيجي بتعرف وين موقعك؟ بتعرف وين موقع الناس، يعني ما لك دائما موقع محدد؟ لا، ما في موقع محدد، كل يوم في منطقة. الحمد لله رب العالمين، ماشي على السبحانية وعلى البركة، والناس تعودت تشتري مني على البركة. يعني ناس كثير تيجي علي بتقولي ليش فيش عندك ميزان، في ناس كثير بحكوا لي لا على البركة أحسن، بدنا نشتري منك على البركة أحسن من الميزان. دائماً اللي بختار لهم إياه البندورة مثلاً، الخيار، الكوسة، الشغلات العربية اللي بيستهلكوها العرب كل أسبوع في البيوت. الحمد لله رب العالمين، يعني أول ما بلشت أشتري خضرة وكب. تعرف كيف، أنا واحد جديد بدك تروح على المحلات تلفلف، وهات لسه الناس بتعرفكش، وصعب يعني في أولها. وشوي شوي صارت الناس تتعرف علي، وصرت أبيع بضاعة أرخص من المحلات وأرخص من البيتس، ومقتنع في اللي ربي بيقسمني إياه. مش ضروري أربح، أنا أجيب بكسة حكا 15 دولار أو حكا 10 دولارات وأبيعها ب20 عشان أسوي مصاري زيادة. أنا ما بدي أسوي مصاري زيادة، بدي أكسب محبة الناس، والحمد لله رب العالمين. الجو طبعاً بيأثر على البضاعة، بتفرز مرات البضاعة بكبها، مرات في الصيف بتضرب بكبها، بقدرش يعني أبيعها للزبائن، حرام، لأني بخسر أول شي زبوني وبسوي سمعتي. والحمد لله رب العالمين، زي ما شفت انت، انا الحمد لله الناس بتدور علي وين مكان، يعني احلى مهنه. وبعدين ربنا يعني التجاره، وسيدنا محمد بحكي التجاره احسن شغله، ربنا بارك فيها يعني. والحمد لله رب العالمين مبسوط يعني. انا جربت اشتغل في محلات، بس انا ما بدي الحرام يعني، شو ما بدي اسوي، لو سويت 20 ألف ولا 30 ألف عندي أسوي على ترك
$150 في اليوم اطلع مصروفي، هذا نعمه وفضل من ربنا. يعني شغله الخضره يعني زيها زي اللي بيبيع مي، يعني خضره زيها زي اللي بيبيع مي، زي اللي بيبيع شايف الكهاوي، زي اللي بيبيع شغله رخيصه بتكسب محبه الناس. اي واحد اي واحده بده محتاج معوش وراك معوش فيش له دعم من الحكومه اي شيء يجي عندي ياخذ 7 ايام ببلاش، يعني انا مش راح ادفع، ياخذ 7 ايام ببلاش وشو ما بده وشو ما بتمنى. في عندي من 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 جميع الملل اللي خلقها ربنا بتيجي امريكا بيجوا بيشتروا مني. يعني اللي بدور على الحلال وين ما كان بلاقيه، لا فيها عيب ولا فيها حرام ولا فيها شيء، احلى شغله وانا مبسوط فيها ولا فكرت فيها. يعني بجوز اقول لك اولها خجلت شيء بسيط، يعني وين بدي اوقف، وين بدي اروح، وين بدي اجي، يعني تقدر تكون نوع من نوع الخجل، شايف؟ بعدين تعودت واخذت الناس علي ومشيت فيها عادي، يعني الحمد لله رب العالمين. والله منين جيب لنا كنا احسن خضره وفواكه عندنا عمنا نادر، في محلات كثير بس احسن شيء عنده هو الفواكه والخضره وبيظبطنا كثير. والله دخل بيع الخضره ممكن تسوي لك مثلا في اليوم $200، ممكن تسوي لك 500، بس بجوز بعد ثاني يوم تيجي تحط فرزت الدنيا. البضاعه غاليه بتقدرش تشتغل، تشتري شغلات بسيطه يعني تمشي حالك، بدك تمشي حالك طول اسبوع حتى بخساره على اساس تمشي ما تقطعش زبائنك. في نهاية حلقتنا من جوا سيارة نادر راح احط لكم رقم في الديسكريبشن، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.